السائل يقول: ما حكم الذي يصلي الفجر متأخرا عن وقته يوميا ومن غير تعمد؟ ومن غير ايش؟ تعمد، غير عامد. من غير تعمد؟ نعم. وش اللي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ هذا يسأل يقول: إنسان لا يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت يوميا ومن غير تعمد، يقول ما الذي يمنعه؟ النوم. ما دواء هذا النوم؟ له دواءان، الدواء الأول سابق والدواء الثاني لاحق. أما السابق فأن يقلل من السهر، قلل من السهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعد العشاء لئلا ينام الإنسان عن التهجد أو عن صلاة الفجر. يقول: بدل ما تبقى حتى تكون الساعة الثانية عشرة، نم إذا كانت الساعة عشرة. يأتيك كم ساعة؟ ساعتان. وأظن بعض الناس يتأخر إلى ما بعد الثانية عشرة، تعلمون هذا؟ طيب، ما السبب؟ نم مبكرا تصحى مبكرا، هذا علاج سابق. العلاج اللاحق: اجعل عندك منبها ساعة، وإذا كان نومك ثقيلا فاشتري ساعة صوتها قوي. وإذا خفت، إذا جعلتها عند الوسادة وسمعتها تصك وأنت بين النوم واليقظة فأبعدها عنك. وإذا خفت، إذا أبعدتها أن لا تسمع صوتها فاجعلها في تنكة لأجل يكون الصوت قويا. وكل إنسان يمكن أن إذا كان مجتهدا يمكن أن يصل إلى مراده، لكن أكثر الناس يتهاون، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولكني أخبركم، بارك الله فيكم، أن أي إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة، مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا. نعم. نعم، الأعذار، بارك الله فيه، أن ينام ولا يجد موقظا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا عذر. كذلك لو نسي إنسان مثلا كثير النسيان، أو تشاغل بشغل شد فكرة فنسي، هذا عذر أيضا. أو إنسان مضى عليه الوقت بسرعة فما شعر إلا وقد خرج الوقت، هذا عذر. نعم، جزاكم الله خيرا. بقي أن يقال: هل من العذر إذا كان الإنسان مريضا وثيابه ملطخ بالنجاسة ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، هل من العذر أن يؤخرها عن وقتها؟ لا، وصلي على حسب ما تقدر عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، جزاكم الله خيرا.